السلام عليكم إخواني المواليع، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامجكم مسار مولوع. كيف ما كتعرفوا برنامج مسار مولوع، راكم كتعرفوا الكونسيبت ديالو. فاليوم أو في هذه الحلقة غادي نقدم لكم واحد المولوع المعروف عندكم ومعروف على الصعيد الوطني ومعروف على الساحة الولائية. فهذا المولوع هو ابن مدينة الدار البيضاء، وبالضبط حي سيتي بلاطو. فاليوم غادي نتعرفوا كاملين على قصة هذا المولوع مع الطيور، وغادي نعرفوا قصته مع التغريد وكيف يشتغل في هذا الميدان. فتفضلوا معايا نشوفوا هذه الحلقة هذه. السلام عليكم خويا نودي. وعليكم السلام خويا علي. كي داير خويا؟ بخير لاباس عليك صاحبي؟ خير الله يحفظك خويا علي. اسمح لينا اليوم هجمنا عليك. مرحبا مرحبا. بغيناك تدوز معنا في قناه علي تي في ماروك، اللي هي عندها واحد الكونسيبت ديالها، اللي كدير واحد البرنامج كيعاود يعني القصص ديال المواليع، باش يبقاو عندنا هاد المواليع بحال واحد الارشيف، باش يبقى للجيل الماجي ان شاء الله. مرحبا. فبطبيعه الحال تكون تبعتي شفتي حلقه ولا جوج ديال هاد البرنامج هذا، وكعرف علاش كيدوي كيدوي على القصص ديال المواليع. واليوم بغيت نوصل قصة نودي للمواليع. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمواليع. بارك الله فيك. اذا اخويا نودي، اولا بطاقة التعريف ديال نودي، شكون هو نودي؟ نودي الخيلي. نودي الخيلي. نعم. ساكن، كنت ساكن في العمارة 3 رقم 4 حي البطحاء. ايه. العمر 57 سنة. تبارك الله. النيفو 6 اني. والمهنة؟ المهنة دابا تاجر. تاجر. انت من صغرك وكذا؟ ها؟ من صغرك وكذا التجارة؟ من سيزيام اني خويا. مع القوض ديالك الحكم، العقوب ديالك اللي بغلف. ايوا الحمد لله. خويا نور الدين، إذا كما قلت لك بغينا نعرفوا نور الدين كيفاش كما كيقولوا بالدارجة، كيفاش تبلى بالطيور؟ شكون اللي بلاه؟ كيف أول علاقته مع الطيور؟ أنا دابا شوف، أنا فين ساكن؟ فين كبرت؟ أشنو قدامنا؟ قدامنا هي الخلا. نعم. والشجر. نعم. وتيرانات الكرة والشوك وهذا. أول حاجة كتفكر فيها هو الطيور. كتشوفهم قدامك. كتمشي تصيدهم. كيفاش كتصيدهم؟ مرة تقتلهم بالجباد، مرة تشدهم بالفخ. نعم. شحال كان عندك في العمر ديك الساعة؟ شحال سنة؟ سي باقي صغير ديك الساعة. عندي شي 11 عام. 11 عام تبارك الله. كليت العصا، تعييت من عند والدي على ودات، على ودات الطيور. على الديعان، على مع الفراغ وتابعوهم، وكتخلي قرايتك. كانوا معك شي اصدقاء ولا الدب؟ كانوا معايا. شكون باقي عاقل على السميات؟ باقي عاقل على حميد رحيمين، راه كاين في بروكسل. ايه. ولا رشيد العوام، راه كاين في لوكسمبورغ. تبارك الله. هادو هما اصدقاء ديال لي زانتيم ديالك. لا، ديال الولاعه. ديال الولاعه. ديال الولاعه، الولاعه ديال الولاعه ديال الطيور. الصيد. كنا كنخرجوا حدا حد السوالان، كنا كنخرجوا حدا بالرشيد. ابيكالات. وملي كتجي؟ ابيكالات، ملي كتجي كتاكل سلخه. شوف، اون فوا تخرج عرف راسك غادي تاكل. عند الاب ولا الاخ ولا؟ لا، عند الوالي الله يرحمه. يا ربي امين. الوالي يرحمه بالله. كتاكل سلخه ديال بصح؟ لا تاكل. وكتعاود تخرج؟ وعاود تخرج. وتعاود تجي تاكل الصلخ؟ عاود تاكل الصلخ. ما كطيبش؟ الولاعة صاحبي ديك الساعة ديال الصغر. واخا الدراسة ديالك كنتي مع الدراسة ديالك كنت كنقرا. ماشي مشكلة، ما عنديش مشكلة في القراية، كنت كنقرا. نعم. حيت ما كنتش دار سيونس أنا باش خاصني. ألاتخ. بقيت حتى بقيت حتى السيزيام اني في الواحة. بقيت السيزيام اني في الواحة. في الواحة. ما بعيدش بعدها. لا لا، ما بعيدش. قدام الدار، قدام الدار، والجباد ديما في. واخا خويا نور الدين، اذا هاد 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 الصياده وهاد الطريقه باش بديتي، راه كان فيها كنظن عز الجوج وانواع ديال الطيور. عز الجوج وحمرين التصدار والسيسي بالاوقات ديال الاوقات ديال وداك مسيسي. مسيسي وبوم قيسات وحمرين التصدار، حمرين القزيب. واش كنت كدير بهم؟ كناكلوهم. اول والله الا كناكلوهم. والشبكه صيدتي بها؟ لا، الشبكه من بعد. من بعد؟ كيفاش عرفتي الشبكه؟ كان واحد الدري الله يذكره بخير، ولد الدرب سميتو مرجاوي. اييه. كان كيصيد هو هنا. حداكم. بانت لك ديك الساعه كتقول لها اش كيدير؟ بانت لي الشبكه كيفاش كديها، كيفاش هذا، كيفاش كتقنيها، كيفاش كتسنبال، وكيفاش.
شويه تحركت لاقه مشينا سرينا تحركت تحركت شويه الفلوس مشينا سرينا سكان وحميد حميد ورشيد ديناك صافي شدينا الشبكه حنا ولينا كنخرجوا لبرا جيتو كتزعموا صيدوا الجوج وصيدوا العصفور اللي جاب الله اللي جاب الله درتو لها حاله درنا لها حاله واخا خويا نودي دابا هنا كلها كانت كانت بليه عشوائيه كانت ولاها عشوائيه عشوائيه الصيد الصيد كيفاش داز نودي ما يسمى بطبي الطيوف داخل القفص كيفاش جيتي لهاد المرحله باقي عاق انا خويا علي نعم واحد المره مشينا كنجريو في بوسكوره اييه كنترينيو اييه بقينا في الثمانينات اييه الثمانينات وحنا نلقاو واحد الكونكور ديال صحاب الطيور ما بقيتش ترينيت انا بقيتي مقابل داكشي جلست علاش جلست في الارض علاش جلست في الارض وكنتفرز علاش الدراري دايرين الخبوزه ودايرين الطيور داكشي جاك في شكال ولو جوج جالس في الطابله ما عقلتش على الناس اللي كانوا شي وجه عقلتي عليه كان داك الدري ولد معاري فسميتو ويوسف يوسف يوسف حجيوي حجيوي كان داك الوقت كان ديك الوقت هاك هو شكون عام هذا؟ وقيلا 98 من 98 اول مره غنشوف يوسف حجيوي شفتو تما والله باقي عاقل انا وشفت سيدي محامي غني عن التعريف بلا ما نقولوش شكون هذاك عاوتاني يا ربي هذا كبرتي في هاد لاجا صافي كبرتي في هاد لاجا شباب دابا 16 عام 15 عام هذيك الساعة تبارك الله واه حجيوه كان صغير كان صغير كان صغير كان عفريت هو من صغره تبارك ومالان تبارك الله عنده الدماغ وهذيك هي هذيك المرحلة شتي فيها حاجة أخرى شتي فيها الطيور في القفوزة وتسألتي وكنت كنقول كيفاش كنت كنهضر مع دماغي كنقول أوه كيفاش هذا هاد لو جوج كيعرف هذا راه كيخطا وما كيخطاش وكيفاش كيعطيه المهم رجعت ولات كدور في الدماغ شنو هو قفز وفر قفز وفر عرفتينا خصك تمشي تقلب على تمشي تبيع القراعي النحاس ديك الساعه الكويعه الحديد جمع كل شيء بس تدبر على الفلوس وديك الساعه فاش طبرتي على الفلوس وشريتي شريتي القفوزه بيان سور شريت قفز من عند موسى باقي مسكين باقي حي هادشي نقول هو قيل موسى ما لا محجوب 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 مشينا عند المحجوب من الدار الله يرحمه مسكين الدار حدا الكزار اييه ما بين الكزار كنا كنطلعو تما وخا حنا كنا صغار كان كيخلينا نطلعو وما كيخليناش نبقاو جالسين اييه وديك الساعه خديتي عنده قفز شريت عنده قفز وشريت عنده طير اش من طاير خديتي عنده قسطيله اللي كنقولوا حنا سطيله هذيك هي اول علاقه ليك اول علاقه ليك ديك مع المقني وشريتي محمر ولا قاع لا شريت محمر والزوان باش يطلع على المعيل فباش تكون عندك كنا كنديروا كارطون باش تعلي الزوان وصلي يرفع وز يومين وين موت قتلتوها بالجوع وشنو درتي؟ عاوتاني مشيت انا بدلت هذاك قلت انا محجوب قول بني مشيت عند موسى مشيت عند موسى موسى شريت عنده طير عرفت كيقول بت 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 راه كيغني كيتكلم كان كيقول كيستيتي كنقول انا اوه عندي طير كيتكلم ماشي بحال داكشي سمعتي في كونكور لا ماشي داك كنقول امتى غنوصل لهذاك وانا بدا كيبتبت وداك الشيء شويه بدا كيعيش ديك الساعه وليت كنسول الدراري اش خصني ندير ليه كنقول له انت جيب لي شكون هاد الدراري هادو الدراري الافريقيه ولا الدار وداك الشيء دير لي شويه الحريقه دير لي هذا دير لي صافي هذاك الطير عاش ليا واحد النهار هو يخرج للكلام التغريد ديالو خرج للكلام خرج للكلام سمعتي انت ما كنت كتعرف فيه والو ما عارف والو سمعت عارف انا سي كان شي كاسكار هير كان شي مارتيجان كان شي ديك الساعه المهم اسيدي سولت على الكونكور فين غيكون اييه هادشي راه دازت علاش اربع سنين ولا خمس سنين السؤال اللي بغيت نسولك واش ديك الساعه الكونكور كان ديال الودانيه ولا ديال الكوبيه ما عرفتيش ديك الساعه لا ديك الساعه ما عرفتش انت عاش في بالك الطير كيتكلم وصافي ما كان لا ودانيه ولا المهم قالوا لي راه غيكون في واحد الوقت في نفس البلاصه ومشيت انا ديت الفرح ديت هذاك واش وقع
سولت واحد المولوان كيبغي نشارك قال لي باش غتشارك قلت لي بطل قال لي الطير ولدي ما كيقول والو باش غتشارك بيه ما عقلتش في هذا المولوع ما عقلتش عليه بزاف انا حيت هرسني ما بقيتش عقل قلت ليك ما فهمتش كيفاش علاش هذا قال لي لا هذا ماشي الطير اللي كيديروا ليه كيفاش كيديروا ليه وكيفاش وكيحفظوه فهمتي كيفاش كيحفظوه كيحفظوه بالكاسات وهادي ودير لي هذا وتجيبو صغير وار ما تجيبوش محمر تجيبو صغير وتعطيه كاسيطه وعلى ذاك الكاسيطات كنشوف عندك واحد جوج كاسيطات تما هادو جوج كاسيطات عاود سولو فانيتهم هادو ماشي كانوا بحال هكا سولو فانيتهم واش هي هذيك الكاسيطه ديالي هادو عندهم 45 عام في عمرهم تبارك الله تبارك الله 45 ولكن ماشي كوبيه هذه لا ماشي كوبيه هذا خلويه ماشي تا ماشي تا كوبيه ماشي ودانيه ماشي ودانيه خلوي لا خلوي التبتبيت والحصور والدقزقيز وكل شيء هذا 45 عام 45 عام بقيتي محافظ عليهم محافظ عليهم روسيكليتهم عاودتهم وهذيك اللحظه فاش ذاك السيد قال لك هذه الهضره هذه شنو درتي نتايا؟ رجعت خصني نبدا ديريكت يعني تبدا ديريكت كيفاش بديت كتسول الناس ولا فهمتي بان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك؟ كنسول الناس وكنهبط للقريعه القريعه ماشي دابا هادي ماشي هادي اللي كاينه دابا في كيديروا لا القريعه الداخل حدا النجاره أيه. في كاينين موالين الشنيولات هذيك هي اللي كانت فيها القريعه هاك الدراري ماتوا بزاف تما انا كنعرفهم ماتوا بزاف وهاد اللحظه هادي واش هي فاش غتبدا انت الكوبيه؟ ماشي الكوبيه الودانيه بديت بالودانيه ديك الساعه شريت واحد الطير 250 درهم تقريبا 250 درهم شحال 250 درهم وانا جبت ديك الساعه باغي نمشي لوروب واش شريتي شي طير زوين؟ شريت طير 250 درهم من عند من شريتيه؟ شريته من عند واحد الدري مسمر راه مات مسكين الله يرحمه ما لقيتش عقلي وكنتي كتعرف اش كيقول لي داك الطير؟ لا ما عرفتش المهم كيغني وصافي صافي كيغني اذا بقيتي في هذاك الصافي بقيتي في هذاك الستيل ديال الودانيه مشيت في الودانيه بديت كنبحث كنقلب شنو هي كيفاش الودانيه عرفتي الموالع في الودانيه؟ عرفت شكون هاد الموالع اللي عرفتي فيهم؟ شنو نقول عرفت بزاف الدراري بزاف عطينا شي اسم لا ما عقلتيش لا ما عقلتش المهم شحال بقيتي في الودانيه؟ بقيت فيها شي 10 سنين 10 سنين تل 93 94 93 94 تل 95 بحال هكاك هي غتدخل تيبا عقلتي عليها بلاتي دابا انت هنايا غتبدا عندك المرحله ديال مرحله اخرى جديده ديال واحد التخيل اخر جديد فين شكون اللي عطاك هاد الاشاره ديال هاد الكاسيطه اللي بديت كنسمع الناس اش كيقولوا وقول لي شكون هاد الناس اللي عقلتي منهم المحامي الساعه عرفت انا المحامي عرفت المحامي وشكون اخر عرفت المحامي عرفت الزكيله عرفت المرحومه هذا اللي مات سميتو تا جواد بديت كنعرف الموالي وداكشي وكنريح حداهم وما كنهضرش معاهم ما كنريح بديتي كتسمعهم كيهضروا على التمارين كانوا كيريحوا واحد القهوه واحده اتلونطا اي عرفتها في عين الشق اي عرفتها فيها ربيع لا مش لا 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 هي اش كيقولوا ليها تججت وليت كنمشي تما كنريح معاهم اذا كانوا مالي تما كانوا كيريحوا تما ديال الناس ديال عين الشق منهم عبد الغني جلال بزاف ديك الساعه الحاج خوه ما كانش كان في سميتو في الكامار كان كيدير الكناري الكناري وهاد الكاسيطه اللي هضرتي عليها علاش سميتيها تيبا؟ لا هو يدخل واحد الطير محامي كان جابو من اسبانيا فيه هذيك تيبا ايه عرفتي هذيك تيبا بس وصلت لي الحرب كيفاش عاود لي كيف؟ بقيت كنطلبهم ما عنديش فلوس باش نشريها هما باغيني بها وانا كنطلبهم والله الا كنطلبهم وشريت سجاله وواحد كيخدم فيها وانا كنسجل فيها خدمها وانا مخبي السجاله
ديك واحد الشجره صغيره شريتها هذيك شريت الصحافه هذيك الساعه شريتها 200 درهم من عند واحد الدري قلت ليه غنعطيك 200 درهم غادي ناخذها نسجل بها ونرجع لك هي صغيره فيها واحد الكاسيطه صغيره عرفتي هذيك الكاسيطه صغيره عرفت هذه الصحافه وغتحيد لي 30 درهم وغنعطيك تعطيني 170 درهم ونرجعها لك واش شجلتي هذاك شكون هذا اللي شجل كان بلا ما نذكر السميه ديال هذا خويا الثاني هذا ما لي مشكل شجلتها وعطيتها وجبتها اذا الا سمعتي هاد سمعتي هاد الكلام جديد المشكله فين عاوتاني المشكله كيفاش غتحولها لكاسيطه كبيره ما عندكش الشجاله انا عايش شجاله كبيره هذيك الساعه عندنا في الدار كليت عليها العصا حتى هي تعيط متبقاش تهزها وكيفاش ملي جاك هذاك سمعتي هذاك الكلام كي جاك؟ جاني خي جاك غايب موزون ولدابا لدابا باقي موزون هذاك الكلام سرته وكانوا كيناقشوه ديك الساعه كانوا كيهضروا عليه وانت كتبقى تشوف هاد انا كنبقى نتصنع ومن بعد نور الدين كيفاش يعني ملي تجلب لهاد الستيل ديال الغناء كيفاش بدا كيفاش دير فرمي تما تمام صافي كيفاش بدا نور الدين دخل في هاد الستيل ديال الولاعه منين جاب الكاسيطات ديالو منين ملي جبت الكاسيطه بقيت كنقلب وكنطلب وكان هذا كان واحد الدري صاحبي خدام في واحد الاستوديو كاين فيه ماشي استوديو كيبيعوا الكاسيط في باب مراك وانا نطلبو قلت له الله يرحم والديك هذه بغيتها في كاسيطه كبيره صوب عليا مسكين ولكن شحال عاد صوب عليا شي 3 شهور ولا 4 شهور عادي صوب عليا ملي صوب عليا بديت كنهز السجاله ديال الطار وكنحطها على الطار كتجيب قوع ديك الساعه زي قرع محمر وباغي نحفظ قرع نص حامر فهمتي وين كنا نلزم لك بحاله وشكون اللي عطاك الافكار شكون اللي ما حفظش ليا لا شكون اللي عطاك الافكار قال لك ملي ما حفظش ليك قال لك هاش دي هاش يعني شكون ابري وليت كنجلس معاهم كتجلس معاهم كتولي كنستافد كنفهم شنو كاس جلال عبد الغني والعوخو المحامي ويوسف بوشيطا يوسف بوشيطا تبارك الله الدبالي الدبالي وقعدوا بالدراري الناس القدام كنهضر لك على الناس القدام ماشي هاد الجداد دابا عرفتي امتى نور الدين دخل شويه في الولاعه 99 بالضبط نور الدين بدا كيتكراسى مع الناس كيعرف لا 99 مشيت للشمال ربحت اول كوب ديالي وهذاك الطي هذاك الطي اللي حفظتي واش حفظتي ولا شي لا ما حفظتش لا هذاك الطي حفظته انا هنا في سمع اش درت بعدا نقول لك كانت عندي سونطروا فرنساويه مشيت انا واحد الدري حمي الزال الله يذكره بخير يا ربي امين مشيت انا وياه لحدا مرجان اييه مرجان ديال لا ماشي هذا مرجان ديال لوطوروت لوطوروت مشينا عند واحد بنادم تما عجبني عنده واحد الطير سبتاوي باقي عاقل لي دابا حافظ عطيتو الموطور وزيد كيفاش عطيتيه الموطور؟ عطيتو لي كيفاش؟ قلت لي خذ هاد السونطروا وعطيني هاد الطير علاش؟ كاتب قلت لي تمام عجبني الطير قسما بالله باش عجبك الطير؟ عجبني الطير حافظ مزيان وكيفاش كيتكلم خليتي لي الموطور والله تا خليت لي سونطروا بالله ها هو حميد الزار ما مات لا انا شوف هادشي قصتك هادي ها هو حميد الزار ما مات سولو وجبتي جبتو ومن بعد مشيتي بيه زبتو ما تنساش عاوتاني راه مشيت للكونكور هما دايرين مراكا وانا مدخل سبته ما عقلتيش من عام ما عقلتش المهم هما مدخلين مراكا وانا اسمع طير بغا يفوت 34 30 نقطة اييه ومراكا عرفتي مراكا واش بان لك ديك الساعة عاوتاني انا عجبني داك الشيء اللي قالوا المواليع مع كنا مشينا الشمال مشينا الشمال وبدات كتصب الشتا وحنا ندخلوا للقاعة درنا فيها درنا في القاعة درنا الكونكور وانا دخلت الطير وي بدا كيتكلم بدا كينغم عرفتي سبته حنينة حنينة سبته بدا كيتكلم وداك الطير تا هو كيتكلم ملي سالينا كونكور حنينة كيفاش حنينة سبته ستيل ديالها ماشي بالزربة ثقيلة ثقيلة دابا انا بغيت كتعجبني سبته لا هي هارمونيو هي
وما يبداو يصفقوا عليا الدراري وما قداتنيش الدنيا فرحت بزاف اصاحبي شنو هو يلعبوا شي موطور هذيك الساعه موطور والله الا سونترو كنت شاريها بشي 3000 درهم فرنسا ديال فرنسا هي هذيك اللي عندها جوان طاليمي ديك الساعه باش شتي داك الستيل ديالك ماشي هو الستيل ديال ملاقا صافي ديك الساعه ماشي انا كانوا ناس اخرين بزاف اللي بقاو سبتاوي سبتاوي ابري هما ينقزوا ملاقا نقزت معاهم نقزتي معاهم اش منعك بحال هكاك 98 98 علاش نقزتي علاش نقزتي بهذا المشي معاهم في الستيل ديالهم والكونكورات وحفظتي ولا شريتي بلاتي انا اول عام ما ما جابش الله ما جابش ثاني عام ما جابش الله ثالث عام وي وانا نحفظ واحد الطير باش مكسر اش من تركيبه كنت ديك الساعه كان مع شكون هو هذاك اللي جاب واحد الكاسيطه زوينه عقل عليها ماشي ديك الساعه ولا السيدي ما بقاش السيدي شكون ما قالش شكون عطاه لك وقيل عبد الله عبد الله الكاميرات الكاميرات الله يذكره بخير الله يذكره بخير هو اللي عطاني حفظتي به وجاب الله تيسير حفظت به لا عامين عامين ما كان حفظ ما مو الثالث عطاك الثالث عطاك كان مزيان طويل عرفتي شنو هي الطريقه الطريقه هي الصغر الصغر صغير بزاف ديك الساعه نص قزيبه كما كان نص قزيبه جبتو واحد صافي جبت جوج واحد حفظ وواحد استقمتو هذاك هو اللي حفظ لي اول طير واش راكتي به؟ عندي التصويره ديالو هذا الطير تبارك الله باقا عندي التصويره واش راكتي به؟ شاركت به اسيدي شاركت فيه في الاصيله شاركت به في اصيله كان واحد الكونكور في اصيله تكلاسيت انا الدوزيام صافي بدات بدا نور الدين شد بلاصتو بدا كذا اذا نور الدين بدا توكل بديت كنوكل بلاتي كنوكل دابا بديتي شديتي بلاصتك بديتي كتفهم مع سي نورمال مع الناس كتجلس في كونكورات كتجلس مع الناس عين الشخص تبارك الله انا كنشربو المعارف جلستي فيه توا الحمد لله جلست مع الدراري المعارف تطوان طنجة كاع الدراري جلست خديتي المعلومات ديالك شوف باش تحفظ انا الراس ديالي صغيرة ما عمري انا كنقول انا معلم ولا شي حاجة ديما ها كناخذ كناخذ وكنفهم اذا من بعد هذاك الطير المرحلة اللي دزتي ليها في التعلم يعني في هاد الكوبيات بدينا سيدي بديتي كتفهم الكلام بعدا سي نورمال بديت كتعرف كيفاش كيتحكم الطير كيفاش كاش كيقول الطير وكلشي ولا بدو العيوب كلشي الحاجه الاول اللي بديت بها انا هي العشاش العشاش والعشاش ما كنشريهمش كنمشي نجيبهم من راسي انا كنمشي نجيبهم من راسي كنمشي لهم حتى الدكاله فواحد البلاصه كنجيبهم تي انا كن انت ماشي ضد العشاش لا دابا انا ضد العشاش هذيك البدايه دابا ما نقدرش واحد جوج نشريهم من نجيبهم ونوكلهم لا ما قلت لك بدينا كنجيبوا العشاش وكنوكلوا وكن يزولوا وداك الشيء اش كنديروا كنمشيو نشريو واحد البرامل علاش البرامل هذوك البرامل هما مصوبين بالكارطون داك الكارطون ما كيدوش عرفتو ديال الدقيق راه ما كانش كيدوز الماء كنا كنديرو فيه الطيور كنا كنديرو فيه الطيور وكنسدو عليه وكندوزو ليه بوق ديك الساعة باش ما يسمعش زعما ديك الساعة بدا بنادم كيفاه السيدي البوق هذا بدا كيجيب الله تيسير في الحفاظة ديالك 100% تبارك الله تحفظ تجيب الصغر وما تخليهش يسمع على برا تحفظ تبارك الله بهذيك الطريقه ديال البرميل الكاسيطه كتبقى ديما ديال بدلتيها ولا بقى ديما ديال عبد الله كان ديك الساعه تشونجي تشونجي كاد دات دا عباد الله يعطيوك كاسيطه ولا نوض ديال يناقش الطيور ولا يجلس مع الموالي ديك الساعه تولي انا خويا ديما كنجلس مع الموالي ولكن ما كنهضرش بزاف علاش؟ كنتسنى علاش؟ لحد الان لحد الان دابا ويلي خلاف الا كانت شي صحابي عادي انا عادي ما كنستافد هذا كيقول كلمه هذا كيقول كلمه هذا كيقول كلمه وانا كنشوف وكنمشي عاوتاني لبلاصه اخرى ونسمع هذاك قال هذه على هذيك الكلمه راه هي هذا كتبقى انا كيفاش غتعرف ديما انا كان باغي نتعلم دابا الحمد لله بخير وعلى خير عندك الطيور ديالك كما كنشوف هنايا عندك واحد
كاين كاين وانا حضرت لك في الكونكور ديما في البوديوم الحمد لله ديما كنت نقول لك واحد القضيه 2003 و2004 ولا ما طلعتيش للبوديوم ديما كان كان مرض علاش؟ والله انا كان مرض ما كان صاحبي خصك انا ماشي ولا خصك انا الخدمه ديالي ما عطاتنيش ولا خصك كنقول الخدمه ديالي ما عطاتنيش خصك تروح رياضيه ولا هي اي من انا كنقول صاحبي علاش انا ما ندخلش لا ما كنقولش اليوم غير انا كيبقى فيا الحال شوف نقول لك واحد القضيه خويا علي ما كاينش شي مولوه كيدي طير وما يبغيش يطلع البوديوم لا البوديوم راه نتيجه ريزولطا كتقول بان الحمد لله حفظت والشريان حتى الشريان لا عرفت سمعنا لا ماشي عيب ماشي عيب باش نحفظ مولوه شوف مولوه من كلا من جهتين اذا ما عطاكش ربي هنايا كتشري كتشري حيت الولاد تقدر تخرج عند واحد ما كتعرفوش نعاود لك واحد 2012 هاديك كنحفظ ديك الساعه ما عندي ما كنحفظش في البيت انا داير فيها لي الفاز ديال بيروش كنحفظ في داري وحفظت 5 طيور ومكاموفليهم وداك الشيء واحد النهار جا عندي خالد حميد الزناوي صاحبي جا عندي الدار كنتسنتو انا وياه على واحد الطار كنناقشوه قال لي هذا زوين هذا زوين هذا زوين هذا حيدو قال لي هذا حيدو هذا هاك يخسر هذا قلت لي صافي حيدو مشينا عطيتو ليه هو باعو باعو لواحد الدري خالد قادي بن دريس نذكرو بخير ايه باعو ليه دازت المده ديال الحفاظه وداك الشيء داك الشيء اللي دوك الثلاثه اللي بقاو كلهم عيوب كلهم عيوب وانا ندير لهم سر بعتو والاخر مسكين سمع باع هذاك اللي تباع هذاك الغفولي الاولاني الغفولي تباع ب 500 درهم انا هاد مسمينو بوجنح هذاك هذاك طايح بوجنح مشى اسبانيا والله الا مشى اسبانيا انا نعاود لك عليه المهم سيدي دازت الوقت مشينا عيطت على خالد حميزان ومشينا عند خالد القاضي بن دريس قال لي قلت لي قلب لي على شي طير باغي نشري انا طير باش نمشي للكونكورات عند دراري صحابي نشوف دراري صحابي قلت لي ماشي خصني نمشي نشوف صحابي قال لي راه كاين واحد الطير قلت لي ما كاين حتى مشكل نتسنط ليه جابو دخلنا للدار هو يديرو ورا واحد البلاصه ورا الماريو واحد الماريو داروا وراه وبدا كيتكلم قلت لي هذا الكلام راه ديالي قال لي ومالها داك الكلام انت بوحدك قلت لي الكلام قال لي عرفت راه ما عنديش بوحدي قلت لي راه حفظ على بحال الطريقه ديالي تفاهمنا انا وياه قال لي كيفاش على تبيعوا لي قال لي نبيعوا لي قال لي شنو غدير اش غدير معايا قلت لي دابا العيد الكبير بغيتي نشري لك حولي نشري لك حولي قسما بالله على العظيم مالك عليها هو خالد راه لا ولا الولاء كيفاش الولاء هذا الهبال ديال الولاعات غنقول لك لا اله الا الله زيد مشينا هو يقول لي نور الدين قال لي هذا الطير ديالك قلت لك كيفاش الطير ديالك قال لي والله الا ديالك بالله هو يجبدو حيت كان هو كان مهرس من جنحو دخل ليه جنحو ملي كان صغير دخل ليه قفز ونجبدو بدا كيتنطر ويهرس جنحو داكور بدا طاح ليه جنحو قلت لي ناخذو من عندك قلت لي شريت لي حوالي ب 70000 ريال